السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد. كما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. خوتي، كاين واحد الخبر مهم بغيت نشاركه معكم، حيث الحكومة الإسبانية في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها المغربية بشأن عودة مغاربة أوروبا عبر الموانئ الإسبانية. وهنا كاين في صحيفة البايس: إسبانيا y Marruecos negocian una revisión completa de sus relaciones bilaterales. يعني بالعربية أو الدارجة ديالنا، إسبانيا والمغرب يتفاوضان على مراجعة كاملة لعلاقتهما الثنائية، وهذا ما نتمناه حنا مغاربة أو الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وبأوروبا بصفة عامة. يعني أخبار مهمة، وهذا الشيء اللي كنتمناه حنا كاملين أخوتي. غير هو قبل ما نمشي للتفاصيل ديال هذا الخبر المهم، عندي واحد التوضيح اخوتي. بما انني هضرت جوج فيديوهات الاخرانيين على التلقيح، كنشوف بعض التعاليق يقولي واش يعني علاش كنهضر على التلقيح نو اخوتي، خصوصا يعني من بعد هذا الخبر الاخير ديال اللي كيتعلق بوفاة شابة مغربية، يعني واللي كينسبوا الوفاة ديالها للتلقيح، يعني من بعد التلقيح بلقاح جونسون. الفيديوهات او انا فقط يعني كنهضر فقط للطمأنينة، يعني باش نطمئنوا خوتنا المغاربه والناس حنا كمؤثرين، يعني الناس كيتابعونا وعارفين اخوتي كاين بزاف الناس لقحوا وكاين بزاف الناس مقبلين على اللقاح. حنا فقط كنقول لكم سمعوا الناس المختصين في هذا الميدان، يعني هما اللي غادي ينورونا، لان ميمكنش غير سمعنا حاله وفاه نزربوا دغيا ونعملوا العناوين اللي بغينا باش نرهبوا ونخلعوا عباد الله. ولهذا حنا واجب علينا اننا يعني واحد شويه يعني نحاولوا نغطيو بعض الاخوان اللي كيرهبوا عباد الله، يعني على الاقل بعدا نستناو التشريح الطبي، يعني نستناو. راه كاين يعني ما يمكنش اي واحد هذا نسبوا الوفاه ديالو يعني باللقاح ولا هذا ونرهبوا عباد الله، لان تخيلوا الناس اللي ملقحين بجونسون، يعني عرفتوا على ديبريسيون غادي تجي لهاد الناس هادو. ولهذا بعدا نستناو على الاقل يكون غير التشريح الطبي اخوتي، ما يمكنش، لانه لا يعقل نبقاو نستغلوا يعني امور بحال هذه باش نخلعوا عباد الله. المهم اخوتي نمشيو، هذا فقط توضيح، لان بعض الاخوان في التعاليق اخوان الاخوات كيقول لك لا انت كتدافع على اللقاح. انا ما كندافعش على اللقاح، كل واحد حر في راسه. انا فقط يعني كنعمل بالحساب دوك الناس اللي لقحوا، وخصوصا بهذا النوع ديال اللقاح ديال جونسون. يعني تخيلوا معايا كيسمعوا يعني امراه يعني من بعد اللقاح مباشره توفات، يعني كاين اسباب نستنى، وماشي لابد، الله اعلم يقدر يكون كاع اللقاح، ولكن بعد على الاقل نستناو ونشوفوا التصريح الطبي وهذا، ماشي نزربوا، لان امور بحال هذه راه توسوس عباد الله، تخلع عباد الله، ترعب عباد الله. ولهذا ماشي نزربو. هذا كان فقط توضيح اخوتي، ونمشيو للتفاصيل ديال هذا الخبر. فقط اخوتي المانيا يعني كتفرض على مواطنيها اللي غادي يجيو لاسبانيا والبرتغال، غادي تفرض عليهم الحجر الصحي، يعني 10 ايام ديال الحجر الصحي من يرجعوا ابتداء من نهار اليوم. يعني غادي يرجعوا لالمانيا مفروض عليهم الحجر الصحي لمده ديال 10 ايام، الا اللي عندهم جواز التلقيح، ولا العام اللي عندهم جواز التلقيح. المهم نخليكم مع واحد الفيديو اللي كيشرح عندهم جواز التلقيح الكامل وشي وحدين اخرين، من بعد نشوفهم هنا في هذا الفيديو. هادو معفيين من الحجر الصحي المده ديالو 10 ايام من يرجعوا لالمانيا. ودائما ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج، راكم ما بقيتو كتعكزوا بزاف على اللايكات اخوتي. وحاجه اخرى، لان في هاد الاونه بالضبط كنطلبوا يعني الدعم ديالكم، لان كاين السينيال بزاف من الجهات اللي هي معروفه على القناه، وهذا الشيء حتى نتوما غادي تكونوا لاحظتوه، لان كاين السينيال بزاف، كاين الناس خدامين على هاد القناه، السينيال ليل ونهار. ولهذا كنطلبوا الدعم ديالكم اخوتي. ومشيو اخوتي للتفاصيل ديال هذا الخبر اللي كيقول اسبانيا و ماروكوس نيغوسيان اون ريفيسيون كومبليتا دي سوس ريلاسيونيس بيلاتيراليس. وهنا بالعربيه يعني ترجمناها بالعربيه،
مفاوضات متقدمة بين إسبانيا والمغرب على مراجعة كاملة لعلاقتهما الثنائية. وهنا مهم غادي نشوفوا نلخصوا المقال شوية، يعني مر شهران وعشرة أيام منذ أن أدى المغرب إلى عزل أكثر من 10,000 مهاجر في ستة، واستدعت الرباط سفيرة المغرب في مدريد كريمة بن يعيش للتشاور احتجاجا على نقل الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي إلى المستشفى في إسبانيا. وقبل أسبوعين استغنى الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز عن وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا الذي أثار غضب الجار الجنوبي، هنا يعني الإسبان كيهضروا عليه كيقولوا الجار الجنوبي، من خلال السماح بدخوله زعيم جبهة البوليزاريو إلى مستشفى لوغرونيو. لكن الوزير الجديد خوسي مانويل ألباريس الذي سافر بالفعل إلى لندن وسيغادر إلى بيرو يوم الثلاثاء لم يزر الرباط بعد، رغم أنه وصل المغرب بأنه صديق، لأنه وصف المغرب بأنه صديق عظيم في حفل تنصيبه. يعني يبدو أن الأزمة مشدودة في طريق مسدود، لكن فقط الظاهر لأنه تجري تحت السطح، لأن كاين مفاوضات تحت السطح مكثفة بحسب مصادر دبلوماسية، بعد مرحلة كان الاتصال الوحيد فيها من خلال وسطاء مثل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وأعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية، تم إنشاء اتصالات مباشرة على الجانب الإسباني. كان أبطالهم السفير في الرباط ريكاردو دييس والمديرة العامة للمغرب العربي إيفا التي تركت منصبها يوم الثلاثاء الماضي في يونيو أوائل يوليو، أجرى كلاهما محادثات مع السفير بن يعيش الذي يواصل التعامل مع العلاقات مع إسبانيا والرباط. كان استنتاج الدبلوماسية الإسبانية أنه لا ينبغي التعامل مع الأزمة كحلقة معزولة يتم حلها في أسرع وقت ممكن. لم يكن كما أرادت الرباط الاتفاق على جملة يمكن تفسيرها على أنها إقرار بالخطأ واعتذار عن الترحيب بغالي، أو على الأقل لعدم اختار البلد المجاور. بون المقال طويل أخوتي، الخلاصة ديالو هو يعني إسبانيا بجوج، يعني كما شفنا هنا في واحد الجملة كيقول هنا تجري تحت السطح، يعني مفاوضات مكثفة بحسب مصادر دبلوماسية، يعني كاين تحركات يعني باش ترجع العلاقات الإسبانية المغربية يعني إلى طبيعتها كما كانت. وهذا ما نتمنى احنا كجالية مغربية مقيمة هنا بإسبانيا والجالية المغربية المقيمة بأوروبا بصفة عامة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن ما حدث في سمتة لم يكن سوى آخر وأبرى سلسلة من خلافات التي بدأت بإغلاق الجمارك التجارية لمدينة ميليا في يوليو 2018 أو تمديد أحادي الجانب لمياهها أمام جزر الكناري في يناير 2020 ووصول 22 ألف مهاجرا إلى جزر الكناري في ذلك العام، معظمهم المغاربة بزيادة يعني واحد النسبة ديال الزيادة عن عام 2019. وتقول المصادر التي تم التشاور معها الخطر وإنهاء الأزمة بطريقة زائفة وتكرارها بعد فترة. لتجنب ذلك اقترحت إسبانيا مراجعة كاملة للعلاقات الثنائية لتوضيح موقف كل واحد في الفصول الشائكة. على سبيل المثال فيما يتعلق بسبتة وليلية، يمكن لإسبانيا أن تراهن على التنمية الاقتصادية التي تدعمها بيئتها المغربية، منطقة الرخاء المشترك مثل تلك المنشودة في كامبو دي جبل طارق، أو تراهن على انعزالتها الحد من اتصالاتها مع الدولة المجاورة وتكثيف علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي من أجلها يتم النظر في إمكانيات دمجها في الاتحاد الجمركي ومنطقة شنغن. المقال طويل، الخلاصة منه أخوتي وهو أن كاين يعني مفاوضات مكثفة بين مسؤولي البلدين يعني باش ترجع العلاقات الإسبانية كما كانت عليه من قبل، وهذا ما نتمناه. وهنا نمشي معكم أخوتي يعني فيما يتعلق هنا كاين الفيديو، باش هنا لا تغير سي اللي بقى ما قلتوشي، وهو اذا بريسنتارتي يعني اذا قدمتي بي سي ار نيجاتيفا يعني سيلفيا، او لا تكون او يكون عندك جواز اللي كان ناقصني وهو هذا البي سي ار سيلفيا اللي نسيته، يعني ما يكونش فيك الوباء يعني كتعفى
من الحجر الصحي للمدة ديالو 10 أيام، أو لا جواز التلقيح أو شهادة التلقيح. أما الناس اللي ما ملقحينش، الناس اللي ما ملقحينش ف يعني الحكومة الألمانية كتفرض عليهم حجر صحي للمدة ديالو 10 أيام. كنظن واقيلا خوتي وضحنا كل شيء. وهنا كما كتشوفوا الخبر هو هذا ديال صحيفة البايس، يعني باش ما نعملش المونتاج وهذا، غير باش تشوفوا معايا هنا هما الخبر هو هذا: اسبانيا ماروكوس نيغوسيان اون ريفيسيون كومبليتا دي سو ريلاسيونيز بيلاتيراليس. يعني كما كتشوفوا هنا الخبر ديال نهار اليوم وصحيفة البايس، كنظن يعني غنية عن التعريف، يعني كنظن كتحتل الرتبة الأولى هنا في إسبانيا بالنسبة للمصداقية. ما نطولش عليكم بزاف اخوتي، كما تشوف المقدمة كان توضيح كذلك فيما يتعلق بالفيديوهات الأخيرة بالنسبة للقاح، راه كما قلت لكم فقط باش نهدنوا الناس، يعني لا ماشي لا لسبب اخر. يعني كاين اللي كيقول لي واش كتعمل لهم الاشهار ولا هذا شده، واش هاد الناس غيقلبوا غادي يقلبوا عليا؟ نو اخوتي، غير راه وهذا الشيء هذا يعني من الاحسن سمعوا للدكتور الفايد وكيهضر على الترهيب والتخويف واللي يقدروا يسبوا الانسان، يعني راه اكثر راه بالاضعاف المضاعفه، لا من مضاعفه ديال اللقاح ولا يعني تخويف وترهيب الناس. هادشي علاش مره كنهضروا على هادشي هذا اخوتي. تهلاو لي فراسكم، ليلتكم سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.